بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في برنامج شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. سيكون ضيف هذا اللقاء شيخنا الدكتور صالح عبر هذه الحلقات. في مستهل هذا البرنامج نرحب بفضيلته أجمل ترحيب، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. بودنا قبل أن نبدأ في البرنامج فضيلة الشيخ أن يكون لكم تقدمة بين يديه وتعريف للمستمعين بعنوان الكتاب ومحتواه وأهميته وما ترون في ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل أنه يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فمن الله على هذه الأمة بعدد من الأئمة المجددين على تعاقب الأزمان. كان الأمر في بني إسرائيل كما جاء في الحديث أنهم تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. أما هذه الأمة المحمدية، لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل من الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للبشرية وتجديد هذا الدين مما يعلق به من البدع والخرافات والمحدثات. ومن هؤلاء المجددين الإمام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية، وجده أبو البركات عبد السلام ابن تيمية، هو أحمد ابن عبد الحليم، أبوه عبد الحليم، وجده أبو البركات عبد السلام ابن تيمية، وجده إمام المذهب في وقته، وأيضا هو من كبار المحدثين، وله كتاب المنتقى، منتقى من أحاديث الأحكام، وله كتاب التحرير في المذهب، وهو من كبار أئمة مذهب الحنابلة، ويرجع إليه
في معرفة المذهب، تبحره في ذلك، حتى قيل فيه إن الله ألان له الفقه كما ألان الحديد لداود. وأبوه عبد الحليم من العلماء، وأما هو فهو الإمام الجليل البحر الخضم البدر الساطع الذي لا يشق له غبار في العلوم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. فقد قيضه الله في وقت كان العالم الإسلامي يغط في سبات عميق من الغفلة والتقليد وانتشار البدع والمحدثات التي تراكمت في عهده. صحيح أن هناك من الفقهاء كم كبير من الفقهاء الذين يعتنون بالفقه فقط ولا يعتنون بأمور العقيدة ولا يهتمون بذلك، وإنما يسيرون على ما سار عليه من قبلهم من أهل الأهواء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي وقته طغى على المسلمين الكلام في صفات الله عز وجل بسبب انتشار علم الكلام وعلم المنطق الذي اعتمده كثير ممن يبنون عقائدهم على براهينه وعلى مقدماته ونتائجه، ويسمونها الأدلة العقلية، ولا يهتمون بأدلة القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات، يقولون لأنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، وأما الأدلة اليقينية فهي علم الكلام وبراهين المنطق بزعمهم. فحصل ضلال كبير، وانتشر مذهب الجهمية ومشتقاته، فحصل في هذا الباب خلط عظيم في باب الأسماء والصفات. انتشر مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكثير من الفرق المخالفة لمنهج السلف، وصار هذا هو المنهج السائد في ذاك الوقت. كما انتشرت القدرية الذين ينكرون القدر أو يغلون في إثباته وهم الجبرية، وانتشر في توحيد الإلهية انتشرت القبورية والصوفية والبناء على القبور والمشاهد، فصارت القبور أوثانا تعبد من دون الله، يطاف بها ويتبرك بها ويطلب من الموتى الإغاثة وقضاء الحاجات، تفريج الكروبات بإملاء من أعداء الإسلام، ترويج من أعداء الإسلام. وانتشر التقليد في الفقه، تقليد الذي يؤخذ فيه القول بدون معرفة دليله، بل إن كثيرا من المتفقهة يتعصب لإمامه ولو كان قوله يخالف الدليل، لأن العلماء ليسوا معصومين، يحصل منهم أخطاء
في اجتهاداتهم. فالمهم أننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل دون نظر إلى فلان أو علان، لكن الأمر كان بخلاف ذلك، فكان المتفقه كل يتبع ما قاله إمامه بدون تمحيص، وهذا ما يسمى بالتقليد الأعمى والجمود الذي ران وكثر في ذاك الوقت. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظهر في هذا الجو الذي تلاطمت فيه الفتن، فنشأ رحمه الله نشأ في طلب العلم، وأعطاه الله ذكاء خارقا، فنشأ في طلب العلم في بلاد الشام، في بلاد الشام، ومنشأه في حران. ولكن لما جاء التتار وغزوا المسلمين وفتكوا بالمسلمين، انتقل أهله من حران إلى دمشق، ولذلك يسمى بالحراني نسبة إلى حران. فوجد العلماء في الشام تتلمذ عليهم وأخذ من علومهم، ثم إن الله أعطاه الاستيقاظ، وأنه لا يأخذ الأقوال مجرد نقل، وإنما يعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا بذلك حذو الأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. فهو ينحى منحاهم في اتباع الدليل، ولا ينحى منحى المقلدين المتأخرين، فلا يأخذ القول إلا وقد تبين له دليله من الكتاب والسنة. فقام رحمه الله بعدما من الله عليه بغزارة العلم في سن مبكرة، لأنه جلس للتدريس في سن مبكرة لما أعطاه الله من غزارة العلم وقوة الحجة وحضور الذاكرة، مما بهر من يستمع إليه أو يحضر دروسه، كما ذكر ذلك من ترجموا له. فواجه رحمه الله هذه الفئات، واجه فئة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم في الأسماء والصفات، فانبرى لهم وبين الحق الذي عليه السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، وألف في ذلك ودرس وناظر، حتى إنهم تكالبوا عليه وتألبوا عليه وشوا به إلى ولاة الأمور، فسجن عدة مرات، ثم إنهم ناظروه فانتصر عليهم ودحض ما معهم من الشبه، فلم يجدوا ملجأ إلا اللجوء إلى السلطة فسجنوه. وكان يشتغل سواء في سجنه أو خارج السجن، ولهذا يقول: ما يفعل بي أعدائي؟ طردهم لي سياحة، وسجنهم خلوة بربي. فكان رحمه الله ويقول أيضا: ما يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري. فكان رحمه الله يشتغل وهو في السجن، يكتب ويؤلف ويفتي وهو في السجن، إلى حد أنهم لما رأوا أنه لا يكف عن نشر العلم وهو في السجن، أخرجوا ما عنده من القراطيس والأقلام، فصار يكتب بالفحم على الجدران، يكتب بالفحم على الجدران لولعه وشغفه بنشر العلم. ثم أيضا تعرض للصوفية والخرافيين،
رد عليهم وبين شطحاتهم وبين أغلاطهم ووضح لهم الطريق الصحيح، ثم أيضا تعرض لعلماء الكلام وعلماء المنطق فرد عليهم وبين خطأ منهجهم في الاستدلال، وألف في ذلك كتبا ضخمة مثل درء تعارض العقل والنقل، ومثل بيان تلبيس الجهمية في رده على الرازي، وهذه كتب ضخمة ومطبوعة. رد على النصارى الذين يشبهون على المسلمين، فألف كتاب الجواب الصحيح، كتاب الجواب الصحيح في لمن بدل دين المسيح، رد عليهم وأفحمهم، ورد على الشيعة والمعتزلة في كتابه المشهور منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية أو بأسماء أخرى، وهو كتاب عظيم ومطبوع ومتداول. ثم أيضا من الناحية الفقهية جدد في الفقه كما ذكرنا، جدد في الفقه فكان يفتي بموجب الدليل وما عليه أصول الأئمة وأصول السلف، ويحرر المسائل، فصارت فتاواه بالمئات بل بالألوف. وكان هو رحمه الله لا يجمع الكتب الفتاوى، وإنما يرسل الرسائل والفتاوى إلى السائلين، لكن كانوا يحتفظون بها، كان الذين يسألون يحتفظون بهذه الأجوبة لأنها عندهم من أعظم التحف فيحتفظون بها، فجمعت. وفي عصرنا هذا هذه الفتاوى جمعت وكونت 35 مجلدا، مجموع الفتاوى الكبرى المعروف 35 مجلد ومجلدان فهرس، صارت 37 بفهارسها، ولا يزال له فتاوى تظهر بين الحين والآخر، ولا يزال يظهر له كتب كانت منسية أو كانت خفية تظهر بين الحين والآخر، ويبادر المسلمون في طبعها ونشرها. فتعرض رحمه الله لكل هذه الفرق ونازلها وانتصر عليها، وبقيت كتبه منارا يهتدى به بين المسلمين، ويسارع طلبة العلم والعلماء إلى طبعها واقتنائها وتوزيعها. والذين عارضوه أطفأ الله ذكرهم ولم يبق لهم ذكر. وأما هو رحمه الله فكان يتجدد كل ما تأخر الزمان، يتجدد علمه ويتجدد عطاؤه كأنه حاضر. الله أكبر. وألف في فنون مختلفة ليس غرضه من ذلك التأليف فقط، وإنما غرضه حاجة الناس، فهو لا يكتب إلا حسب حاجة الناس. ولذلك لما سئل عن لماذا لا يكتب تفسيرا في القرآن، لأنه كان متبحرا في التفسير، لماذا لا يكتب تفسيرا بالقرآن، قال التفاسير كثيرة وموجودة، لكن نكتب بحسب الحاجة، حسب ما يحتاجه الناس وتدعو إليه الحاجة. فهو ليس كتاباته ومؤلفاته من باب الشغف بالتأليف فقط، وإنما هو من باب دفع حاجة المسلمين فيما يحتاجون إليه. كذلك هذا الإمام حضر الجهاد في سبيل الله مع التتار الذين غزوا بلاد المسلمين، فكان يقود الجيوش بنفسه ويحمل السيف ويقاتل
ويشجع الناس ويشجع ولاة الأمور، فيحصل النصر بإذن الله بتشجيعه وتثبيته لأفئدة الجند وتبشيرهم بالنصر. فكان له جهود عظيمة في القتال في سبيل الله، فهو جاهد بلسانه وجاهد بقلمه وجاهد بسيفه رحمه الله، فحصل من ثمرات جهاده وجهوده ثروة علمية عظيمة بين أيدينا الآن. الحمد لله. وتخرج على يده تلاميذ قاموا بالمهمة من بعده، مثل الإمام ابن القيم، ومثل الإمام ابن كثير، ومثل الإمام الذهبي، والإمام المزي، وغيرهم ممن تتلمذوا عليه، فقاموا من بعده بنشر الدعوة إلى الله ونشر علمه. ثم في القرن الثاني عشر في بلاد نجد وصلت كتبه إلى بلاد نجد، فأولع بها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان هو الآخر يعيش في جو علمي، لكن في الفروع، في فروع الفقه، وأما العقيدة فهم على عقيدة الأشاعرة مثل غيرهم، لأنهم كانوا يذهبون إلى الشام ويتلقون العلم من أهل الشام من فلسطين، وكانت الأشعرية منتشرة، فكانوا يعودون بعقيدة الأشعرية مع ما يحصلون عليه من الفقه. وكانت القبورية والبدع والخرافات في البادية والحاضرة في بلاد نجد شيء كثير، شيء يربو على الحسبان. الله المستعان. فقام هذا الإمام فاهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم، يقرأها ويلخص منها ويؤلف على ضوئها ويدعو إلى الله عز وجل، حتى قامت الدعوة في بلاد نجد على غرار دعوة الإمام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، تخرج على كتبه وعلى منهجه في الدعوة إلى الله، وابن تيمية على منهج السلف، امتداد للمنهج السلفي، لمنهج السلف، فهو امتداد لمنهج السلف. فنفع الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزيرة العربية وما جاورها، وهذا من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما ذكرنا أنه لم تشغله المضايقات والمحاسبات التي اعترضت طريقه، بل كان يتلقاها بالصبر واليقين وعدم الياس. وكان يكتب لتلاميذه وهو في السجن، يثبتهم على ويوطنهم على الصبر وعلى الاحتساب وعلى مواصلة الجهاد، ورسائله موجودة في هذا الغرض. ومن بين مؤلفاته هذا المؤلف الذي بين أيدينا الآن، والذي سنقرأه إن شاء الله ونعلق ما تيسر من التعليق عليه إذا يسر الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أننا نفهم كل ما فيه، ولكن ما يظهر لنا من عباراته ومن أسلوبه، فنحن إنما نعلق ما نستطيع، وإلا فالكتاب بحر غزير وبحر خضم. عفوا يا شيخ. نعم. يسمح لي المستمعون أقول هذا من تواضعك، يمكن بعض الإخوان يقرأ الكتاب أول مرة ويخرج عن الناس بمقطعات من كلام ابن تيمية كما يفعل كثير من أهل الأهواء، كل منهم يقول قال ابن تيمية، والمستمعون ربما لا يعرفون أن الشيخ صاحب الفوزان أول قراءته لهذا الكتاب عام 76 هجري من 50 سنة،
وهو المشرف على إخراج الكتاب رسالة بقلم الدكتور ناصر العقل الشيخ. كان الشيخ صالح الفوزان المشرف على الرسالة ورئيس لجنة المناقشة. نعم. فلعل إن شاء الله ونحن نحتاج في عرض هذا الكتاب ومخالفة أصحاب الجحيم إلى مثل شيخنا الشيخ صالح أن يعلم الناس بعض العبارات والإشارات في هذا الكتاب. تفضل. نعم، هذا الكتاب مشهور بين المسلمين ويقرؤونه خصوصا العلماء في هذه البلاد، كانوا ينقلون من هذا الكتاب ويقرؤونه دائما، لأنه في الحقيقة كتاب يناسب كل وقت، فكأنه كتب في وقتنا هذا. إذا قرأته كأنه كتب في وقتنا هذا، فهو يناسب كل وقت. وعنوانه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والذي قال الله جل وعلا فيه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط، صراط الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهذا الصراط يقتضي مخالفة هذه الفرق الضالة. الذي يسير على هذا الصراط لا بد أن يخالف هذه الفرق الضالة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولكن لا يعملون بعلمهم، كاليهود، فإنهم يعلمون كما ذكر الله سماهم أهل الكتاب وأهل العلم، لكنهم لم يعملوا بعلمهم والعياذ بالله، فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال من غير دليل. ويشبه هذا الصوفية الذين يجتهدون في العبادات والسلوك وغير ذلك، لكن ما عندهم أدلة على ما يفعلون إلا استحساناتهم وأذواقهم ومواجيدهم، ليس عندهم علم، وإنما يعتمدون على ما عندهم من الأذواق والمواجيد وشطحات الصوفية. هؤلاء ضالون، الأصل في هؤلاء النصارى، لكن يكون مثلهم كل من سلك سبيلهم من هذه الأمة، كما قال بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا الصراط يقتضي الذي يسير عليه أن يخالف ما خالف هذا الصراط، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خطا مستقيما على الأرض، ثم خط على جنبتيه خطوطا، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن جنبتيه: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا تفسير لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا يوافق هذا العنوان تماما. نعم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فالذي يسلك هذا الصراط يجب عليه أن لا يلتفت إلى هذه الطرق وهذه السبل الكثيرة. ثم انظر أيها المستمع الكريم كيف أن الله وحد الصراط، صراط المستقيم، وحد الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما، وعدد السبل الأخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن السبل هذه كثيرة لا حصر لها، كل واحد يخط له خطة، كل واحد يزين له منهج، كل واحد يجمع له جماعة معه،
ولا وكل حزب بما لديهم فرحون تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فالسبل لا نهاية لها ولا تنتهي. أما هذا الصراط فهو واحد لا يتعدد أبدا، لا في أول الخليقة ولا في آخرها، هو صراط الله، هو منهج الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسيرون على هذا الصراط المستقيم والمنهج القويم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.